دلوقتي مشاهدينا بعد موجز لأهم الأخبار مع منا. شكرا لك شاذلي. الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة، الخامسة بتوقيت جرينتش، موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي اقتراح مصر هدنة ليومين بغزة مقابل تحرير 4 محتجزين إسرائيليين وأسرى فلسطينيين. وخلال مؤتمر صحفي مع نظيره الجزائري عبد المجيد تبون، قال الرئيس السيسي إن مصر قامت خلال الأيام القليلة الماضية بجهد في إطلاق مبادرة تهدف إلى تحريك الموقف وإيقاف إطلاق النار لمدة يومين، يتم من خلالها تبادل 4 محتجزين مع الأسرى الموجودين في السجون الإسرائيلية، ثم خلال 10 أيام يتم التفاوض على استكمال الإجراءات في قطاع غزة وصولا إلى إيقاف كامل لإطلاق النار وإدخال المساعدات. وأكد الرئيس السيسي أن الأشقاء في القطاع يتعرضون لحصار شديد الصعوبة يصل إلى حد المجاعة، وأنه من المهم إدخال المساعدات في أسرع وقت ممكن. استضافت الدوحة جولة مفاوضات جديدة من أجل التوصل لوقف إطلاق النار بقطاع غزة والتوصل لصفقة محتجزين. وأوضح مسؤول مطلع لرويترز أن مدير المخابرات المركزية الأمريكية ورئيس جهاز الموساد الإسرائيلي ورئيس الوزراء القطري اجتمعوا في الدوحة للتوصل لاتفاق جديد قصير الأمد لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح بعض المحتجزين مقابل إطلاق سراح أسرى فلسطينيين. وأضاف المسؤول أن المحادثات تهدف إلى إقناع إسرائيل وحماس بالموافقة على وقف إطلاق النار في قطاع غزة لمدة تقل عن شهر، على أمل أن يؤدي ذلك إلى اتفاق أكثر استدامة. أعلن الدفاع المدني في قطاع غزة أن أكثر من 100,000 فلسطيني في مناطق جباليا وبيت حنون وبيت لهيا يتعرضون لحصار وقصف. هذا وكشف مصدر دبلوماسي جنوب أفريقي أن بلاده ستقدم اليوم مذكرة مفصلة لمحكمة العدل الدولية تتضمن حقائق وأدلة وحججا إضافية لإثبات قضيتها بأن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في فلسطين. تبادل حزب الله اللبناني وإسرائيل القصف العنيف خاصة على طول الحدود. وأوضح حزب الله أنه استهدف تجمعا لجنود الاحتلال بمدينة حيفا وكذلك محيط مستوطنة بيريا. من جانبها أعلنت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد 2672 لبنانيا وأكثر من 12,000 مصاب منذ بدء العدوان الإسرائيلي. يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم جلسة طارئة لبحث هجوم الإسرائيلي على إيران. وقالت بعثة سويسرا لدى الأمم المتحدة إن إيران هي من طلبت عقد الاجتماع وبدعم من الجزائر والصين وروسيا. وفي رسالة إلى مجلس الأمن أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن تصرفات إسرائيل تشكل تهديدا خطيرا للسلم والأمن الدوليين وتزيد من زعزعة استقرار المنطقة. نظم المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأمريكية دونالد ترامب مؤتمرا انتخابيا في ماديسون سكوير بنيويورك. وخلال التجمع اتهم ترامب منافسة الديمقراطية كاميلا هاريس بتدمير الولايات المتحدة. وفي ولاية بنسلفانيا الحاسمة قامت نائبة الرئيس هاريس بجولة في فلادلفيا أكبر مدن الولايات في محاولة لحشد أصوات الناخبين. هذا وأعلن البيت الأبيض أن الرئيس جو بايدن سيدلي بصوته في التصويت المبكر اليوم. نهاية موجز الثامنة، عودة لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل.